بصراحة عمري ما توقعت انك ممكن تجي هنا تاني. لسه ما خلصناش كلامنا يا فرح. احنا كلام بينا خلص من زمان يا يحيى. مش هتقدري تاخدي ابني مني. انا؟ بالعكس خالص، عندك فوق اطلع خده وادخل بيه على مراتك وشوف بقى هتقول لها ايه. عرفت ان المشكلة مش عندي؟ يبقى نتجوز تاني؟ نتجوز في السر وصدقيني محدش هيعرف. مفيش حاجة بتفضل في السر. خلاص نتجوز، وحتى لو سارة عرفت بعدين أنا ما عنديش مشكلة. هي نفسها قالت لي لو عايز تخلف اتجوز أي حد. وأنا تاني هقول لك، سارة ممكن توافق إنك تتجوز أي حد، أنا لأ. ليه؟ من غير ليه؟ صاحبتي وعارفاها كويس. خلاص يبقى أنا ما عنديش حل تاني. أنا هواجهها وهقول لها إن أنا هتجوزك يا فرح، وهو ده الحل الوحيد. لأ طبعًا، اللي أنت هتعمله ده ما ينفعش تعمل كده. أنتِ ما سبتليش حل تاني. متهيألي بعد الورقة دي كان لازم أجيب محامي. وقلتي له إنك أختي؟ ده كل اللي فارق معاكي؟ عموما ما تقلقيش، هو متفق معايا إن هو مش هيتكلم في أي حاجة إلا لو طلعتي فعلا بتضحكي عليا. قصدك إيه؟ قصدي لو اتأكدت إنك فعلا بتضحكي عليا إني هاخد حقي بأي طريقة، حتى لو اضطريت ساعتها ألجأ للقانون، وساعتها مش المحامي بس اللي هيبقى عارف إننا إخوات. سارة، واقفة لوحدك ليه؟ مش عارفة، حاسة اني مخنوقة. أنا كمان مخنوق، تعبان قوي. ليه؟ حاسس اني شايل حمل كبير قوي عليا، ومش قادر اشيل الحمل ده لوحدي. طب قول لي يا يحيى، ممكن نلاقي حل مع بعض؟ هو من ناحيه الحل انت الوحيده اللي عندك الحل. اسمعيني كويس يا ساره، تغلطتي في حق اكتر من مره، وكل مره كنت بسامحك. المره دي انا غلطت غلطه كبيره قوي، ومش قادر اخبيها عليك اكتر من كده. غلطه ايه؟ بس وعديني الأول إن أنتِ هتسامحيني. يحيى مش هسامحك إلا لما تقول لي غلطة إيه. سارة أنا اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.